في هذه النافذة الخاصة أعزائي أيضاً، والتي خصصنا جزءاً منها لمندوبي برنامج آفاق في بعض البلدان والمناطق المختلفة، لنتعرف على استعداداتهم وترتيباتهم للاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. وافى ربيع لنا بالخير والبشرى، فيه لقد أشرقت شمس الهدى الكبرى. كل عام حضراتكم بخير، ومناسبة حلول ربيع الخير والبركات والبشائر والمصرات، ربيع حضرة المصطفى وذكرى مولده الشريف الذي تحتفل به الأمة الإسلامية والعربية كل عام في شهر ربيع الأول، ربيع الأنور بأنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتيكم تغطيتنا من أم الدنيا مصر، وتغطية كبيرة لاحتفالات المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف. وكيف يحتفل المصريون بهذه المناسبة الغراء؟ تأتيكم من عدة محافظات. كان معكم أحمد ماضي سعيد، مراسل قناة الإرث النبوي من جمهورية مصر العربية. يعني بحمد الله تم بدء الموالد عندنا في ليلة الجمعة 1 ربيع الأول في 33 صفر، ليلة الجمعة صادف يوم الجمعة 1 ربيع الأول، تدشينها من رباط الهدار. واليوم حضرنا كذلك في مسجد الرضوان، وتم عمل جدول للموالد تنقلها في المساجد على مدار الشهر. وما شاء الله معنا كذلك حملة مليونية وصلت العام الماضي إلى 250 مليون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة كذلك إلى الموالد عصريا في البيوت. الهند يعيش أجواء احتفالات بهيجة في أول يوم من ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول. خرجت الأطفال في الشوارع يحملون باقات الأزهار، كما تم تركيب الأعلام ورفع اللافتات الدينية بالمدارس والمساجد ترحيبا بقدوم شهر المولد النبوي الشريف. هذا وقد أطلقت جمعية علماء أهل السنة والجماعة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية حملة المولد النبوي الشريف، وتستمر الحملة حتى نهاية هذا الشهر الكريم. وهنأ العلامة الشيخ أبو بكر أحمد الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة لعموم الهند، والعلامة السيد إبراهيم الخليل البخاري أمين عام جامعة مسلمي كيرلا وجامعة معدن الثقافة الإسلامية، كافة الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر ربيع الأول، متمنين أن يعيد الله عليهم هذه المناسبة باليمن والبركات. لبرنامج آفاق، عبد الصمد الثقافي، كيرلا الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1440 هجرية في هذه الأيام المباركة، والتي ولد فيها نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذه المناسبة العظيمة أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بمناسبة مولد فخر الكائنات وسيد الثقلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سائلين المولى عز وجل أن تكون هذه الذكرى فرصة للاقتداء بسيرة رسولنا الكريم واستلهاما لأخلاقه وسماحته. تعتبر المملكة المغربية من الدول الإسلامية القلائل التي تولي اهتماما خاصا بعيد المولد النبوي الشريف، وتحيطه بكل مظاهر الحفاوة والاحتفال، وذلك من خلال احتفال شيوخ ومريدو الطرق الصوفية والزوايا والمدارس القرآنية والعلمية العتيقة والأعيان والوجهاء وكل أطياف المجتمع المغربي السني المحب والعاشق لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتقام احتفالات ومجالس لقراءة السيرة النبوية الشريفة وقصائد المديح النبوي، خاصة قصيدة البرضة
والهمزية للإمام شرف الدين البصيري والسماع الصوفي، وبعدها يقدم الطعام وتوزع الحلويات والهدايا. كما يلاحظ أن هناك استعدادات خاصة لهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلب كل محب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن من أعظم النعم التي تكرم الخالق بها على الخلق ولادة سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وحري بالمسلم أن يجعل من هذا اليوم وهذه الذكرى ما يميزها عن غيرها بمختلف التعابير وفق ما يوافق الشريعة الغراء. والمؤمن الكيس لا يجعل من هذا اليوم أن يمر عليه سبهللة دون الوقوف عليه والتعريج له، وكأنه لا يصل للمسلم بشيء. والأسف كل الأسف أن يتجاوز الأمر الجفاء ويصل إلى العداء، وتتخذ المناسبات والذكريات الدينية كشهر ميلاد النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله حلبة لإثارة التراشق وتجدد النزاع ونبش الخلاف وتفرقة الكلمة، فهي جريمة شنعاء ذهب ضحيتها أجيال أصبح لديه مفهوم ولادة سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله ذكرى لتصارع الطوائف وساحة لعرض خلافه من جديد في وقت كانت نقطة تحول للعالمين. فلو نظر المسلم الفطن إلى معظم المناسبات والمعجزات التي يفتخر بها المسلم إن لم تكن جميعها لوجد أن الغرب قد استطاع صرفنا عن حقيقتها وحقيقة أن تكون محطة يعبئ بها المرء ما ينقصه ويجدد بها إيمانه ويتأسى بصاحبها عليه الصلاة والسلام آخذا منها الدروس والعبر وما تصبره على واقعه الأليم وتعينه عليه، قد أصبحت حينئذ سببا في تأزمه والله المستعان. من أعظم الذكريات والمناسبات التي تمر على الفرد المسلم ذكرى ولادته صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأقل ما يستغلها العبد جمع أهله وأبنائه وتدارس شيئا من حياة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وقراءة ولو نذر من سيرته للتأسي والاقتداء به، وأن يكون لهذه الليلة وقع في بيته وعند أسرته ولا تمر كغيرها من الليالي والأيام، وأن يجعلون من يوم ولادته نورا يضيء به قلوبهم وينتشر لغيرهم من العالمين كما أضاء نور ولادته للخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. مثل هذه المعاني السامية ينبغي أن تنشأ فينا وفي أهلنا حينما تمر علينا هذه المناسبات لا عدا ذلك من التشتت والتفرقة. وكل سنة والأمة الإسلامية محفوفة بالخير واليمن والبركات. تنتظم السودان هذه الأيام احتفالات المولد النبوي الشريف، حيث يحتفل المسلمون في كافة أنحاء البلاد بهذه المناسبة العظيمة في كرنفال شعبي ضخم يعد أكبر تجمع جماهيري في السودان، حيث تجتمع الطرق الصوفية في ساحات كبيرة خصصتها الدولة منذ زمان بعيد لهذه المناسبة الكبيرة. فتجتمع الطرق الصوفية في سرادقاتها التي تتزين بأبهى زينة في هذه الساحات العامة. تستهل الاحتفالات في السودان بموكب جماهيري ضخم يضم الطرق الصوفية وجموع المواطنين، يتقدمه المسؤول المحلي مع تشكيلات من القوات المسلحة والشرطة والموسيقى العسكرية، ويسير هذا الموكب على وقع الطبول والدفوف والأناشيد والتهليل والتكبير حتى يصل إلى الساحة الرئيسية للاحتفالات. وفي هذه الساحات العامة تنظم الطرق الصوفية في سرادقاتها برامج دعوية متنوعة طيلة 12 يوما تحتوي على محاضرات علمية ومديح نبوي وأذكار ومسابقات ثقافية، كما تنظم بعض الطرق الصوفية حملات صحية تقدم فيها خدمات طبية مجانية للجمهور، إضافة إلى تقديم المأكولات والمشروبات طيلة أيام الاحتفالات. احتفالات المولد النبوي الشريف في السودان تعد فرصة كبيرة للترويح وقضاء الأوقات الجميلة، حيث يحرص المواطنون على اصطحاب أسرهم لزيارة ساحات المولد النبوي وشراء حلوى المولد من المحلات الكبيرة التي تصطف على جنبات الساحات،
حيث يعد المولد النبوي الشريف موسما كبيرا لبيع أشهر أنواع الحلويات في السودان.